أهلا بكم مجددا. كشفت مصادر أمنية عراقية وأخرى من فصائل مدعومة من إيران أن قياديا بارزا في الحرس الثوري الإيراني دعا الفصائل المسلحة بالعراق إلى تكثيف هجماتها على الأهداف الأمريكية وتوسيع نطاقها إلى سوريا. جاء ذلك في اجتماع عقد في بغداد، هذا وتشهد القواعد الأمريكية في حقلي العمر وكونيكو هجمات مستمرة من قبل الميليشيات الإيرانية لم تسفر عن أي خسائر في تلك المنشآت. فإلى أي مدى قد يتطور الصراع الإيراني الأمريكي شمال شرقي سوريا؟ نتابع التقرير التالي. يتحول الصراع الأمريكي الإيراني في شمال شرقي سوريا إلى صراع لإثبات الوجود، وتتحول المنطقة بسببه إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل بين الطرفين، بعد أن كان العراق مسرح عمليات الاستفزاز بينهما على مدى السنوات الماضية. تتعرض القواعد الأمريكية لاستهدافات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية المنتشرة في منطقة تسيطر عليها قوات النظام شكلا وتخضع لسيطرة الميليشيات بشكل فعلي. تقر واشنطن بتلك الاستهدافات، فيصرح مسؤولون عسكريون في القوات الأمريكية بأن قواعدهم تعرضت للاستهداف لكن تلك الهجمات لم تكن قاتلة، وتلك خطوط حمراء لا يمكن السكوت عليها من قبل القوات الأمريكية إذا تمادت ميليشيات إيران بهجماتها العسكرية. تحاول إيران رفع السقف مع واشنطن، فيطلب حسين طائب رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري تكثيف الهجمات على القواعد الأمريكية وتوسيع نطاقها إلى سوريا خلال زيارة أجراها إلى بغداد، التقى فيها قادة من تلك الميليشيات لنقل رسالة الزعيم الأعلى بمواصلة الضغط على القوات الأمريكية، إلا أن الوفد الإيراني نصح بعدم التصعيد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة خشية من ردود قاسية لواشنطن. استفزازات طهران تبدو شكلية، إلا أنها تحمل رسائل إلى واشنطن الهدف منها إثبات الوجود لا أكثر. يعلن المسؤولون الأمريكيون أن الهجمات التي نفذتها الميليشيات الإيرانية لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ما يعني أن ذلك لا يرقى إلى مستوى الرد الأمريكي، ما يثير تساؤلات حول صمت واشنطن عن تلك الاستهدافات. لا يبدو أن الأسد في معزل عن تلك الهجمات التي تحصل شمال شرقي سوريا، فتثير فضوله تلك الاستهدافات وتعلن وسائل إعلامه سريعا عن أي عملية استهداف تمارسها الميليشيات الإيرانية، ما يثير تساؤلات حول قبوله بتحول الصراع الإيراني الأمريكي إلى أرض يسيطر عليها، وما أهدافه من صراع هو الخاسر الأكبر فيه أيا كانت نتائجه. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الباحث المختص بالشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، كما ينضم إلينا من الدوحة الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد العزيز. مساء الخير لكم أستاذ حسين. أبدأ مع حضرتك، هل من نظر تصعيد إيراني أمريكي في الشمال الشرقي لسوريا مع الاستهداف الإيراني المتكرر للتواجد الأمريكي هناك؟ للعلم لقد نفذت إيران 4 هجمات مؤخرا في على القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين. أم أن لإيران مآرب أخرى يعني لا تتجاوز مسألة الاستعراض وفرض العضلات وإرسال الرسائل الداخلية لجمهور المقاومة؟ مساء الخير همام. لا، في تقديري أنا ليس مجرد استعراض، وإنما هناك خطة مدروسة لدى صناع القرار في طهران بالتعاون مع النظام السوري. دعني أقول لك أن الهجمات ميليشيات الإيرانية أو التابعة لإيران مرت في 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت قبل عام 2020، وكانت عبارة عن هجمات عشوائية غير منسقة وغير منضبطة وعلى مراحل زمنية بعيدة. المرحلة الثانية بدأت تحديدا بعد اغتيال قاسم سليماني، شهدنا هناك تكثيف للهجمات في تحديدا في العراق، وأصبحت أكثر منظمة وأكثر انضباطا دون أن يعلن أي طرف المسؤولية عنها، وإن كانت إيران عملت إلى إنشاء فصائل صغيرة من عدد معين من الأفراد وأوكلت إليهم هذه المهمة. المرحلة الثالثة بدأت تقريبا في تقديري منذ شهر تحديدا، وما جرى في أفغانستان هو الذي ألهم الإيراني والنظام السوري لتكثيف
تكثيف الهجمات ضد الأمريكيين. ما حدث في أفغانستان هو انسحاب أمريكي، تراجع أمريكي، سيطرة أصحاب البلد طالبان على معظم الجغرافيا الأفغانية. هذا الواقع دفع إيران والنظام السوري إلى ربما تكرار التجربة، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخوض أي حرب مباشرة في المنطقة ولن تكون وكيلا لأي أحد، وهي تريد أن تحدث فقط تواجد بسيط ليس أكثر من ذلك. وجدوا فرصة تكرار ما جرى في أفغانستان في العراق وسوريا عبر تكثيف الهجمات، وليس مصادفة كما ذكرت حضرتك أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية تكثفت بشكل كبير الهجمات على القواعد الأمريكية تحديدا في سوريا في حقلي العمر وكونيكو. أنا تقديري هم يعتقدون أنه إذا ما تكثفت ووضعت خطة منظمة للهجمات للهجوم على الأمريكيين مع حشد قبلي وعشائري شعبي مناهض للوجود الأمريكي، وهو ما يعمل عليه النظام والإيراني تقريبا منذ أكثر من سنة عبر حشد العشائر في منطقة شرق الفرات لتشكيل حاضنة شعبية مناهضة للوجود الأمريكي، هذا المخطط هم الذي يعملوا عليه طبعا بدعم روسي، وإن كانت روسيا لا تتدخل بشكل مباشر لكنها هناك ضوء أخضر، لأن الوجود الأمريكي كما تعلم في شرق الفرات يشكل إرباكا ويمنع روسيا وإيران والنظام السوري من الانتقال إلى الخطوة الثانية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. نعم دكتور حسن هاشميان أرحب بك مجددا، مساء الخير. لماذا غابت ردة الفعل الأمريكية وما الذي تنتظره واشنطن لإنهاء الخطر على قواتها المتمثل بإيران وميليشياتها؟ الأهم من كل ذلك، لماذا أو ما هي الأهداف الإيرانية من وراء هذه الهجمات؟ نعم تحية لكم ولضيف الكريم ومشاهدين البرنامج. أنا بتقديري هناك أهداف إيرانية تتركز على ثلاث محاور. المحور الأول كما تعرفون أن حصلت تغييرات في تركيبة الميليشيات التابعة لإيران، وخاصة التي تنفذ هجمات ضد القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة، أصبحت أكثر صغرا وأكثر مرتبطة بالنظام الإيراني فوق كل الحسابات الداخلية في العراق أو في سوريا. أيضا إيران تريد أن هذه القوات وهذه الميليشيات الصغيرة تبدأ وتنتهي عملياته بأوامر طهران وليس أوامر قيادات الميليشيات. والنقطة الثالثة ترجع إلى الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية. إيران تتجنب هذا الموضوع لأن تعرف الإثارة التي تأتي بعد ذلك في الولايات المتحدة، وربما الموضوع سيخرج من يد بايدن، وهناك البنتاغون والقوات العسكرية الأمريكية سترد على إيران. لذلك هذه التغييرات، وخاصة أن إيران في هذه السياسة تفصل بين هذه المجموعات الصغيرة وقيادات الحشد الشعبي أو القيادات المتعلقة بالميليشيات في سوريا. ولذلك هناك رأينا مثلا إسماعيل غاني رئيس فيلق القدس قبل حسين طيب الذي الآن زار العراق، زار كم مرة زار العراق وطلب من الميليشيات أن تعمل وفقا إلى الأهداف الإيرانية، ولكن كما يبدو هناك امتعاض في قيادات الميليشيات خاصة لتنفيذ هذه السياسة الجديدة الإيرانية وتبعية هذه الأهداف بهذا الشكل. يعني إيران تريد دعما لوجستيكي ودعما سياسي من الميليشيات ومن الحشد ومن قادتها، وثم هذه الحشود وهذه الميليشيات لم تتأمر بموضوع هذه المجموعات الصغيرة وأعمالها وأهدافها. ولكن هل تحضر إيران نفسها لردة فعل أمريكية؟ شاهدنا الردة الأخيرة عندما قتل قاسم سليماني، وشاهدنا أيضا القصف الأمريكي الأخير عندما قتلت العشرات من ميليشيات إيرانية على الحدود السورية بين العراق وسوريا. نعم أنا أعتقد هذه المواجهات هي مستمرة، وخاصة بعد 2019 بعد أن إيران جعلت قاعدتين عسكريتين في هذه المنطقة في الميادين وفي البوكمال، وهناك يعني طرق تحت الأرض ونقل صواريخ، وأيضا هذه المنطقة غريبة إلى مناطق حساسة في سوريا وأيضا غريبة إلى البقاع اللبناني ونقل السلاح. لذلك بهذه السياسة الجديدة الإيرانية طبعا هناك كانت مواجهات وهناك كانت حملات أمريكية وأيضا حملات إسرائيلية، وهذه الحملات ستستمر بتقديرنا.
ولكن الجديد هو الخلافات في داخل المعسكر الإيراني بينه وبين الميليشيات التابعة له. هذا موضوع جديد، ولذلك يدفع حسين طايب رئيس المخابرات الحرس والغريب من علي خامنئي يذهب إلى العراق ويتحدث مع هؤلاء الميليشيات وقياداتهم. إذن أعود إليك أستاذ حسين، يمكن القول أن التنسيق الإيراني مع النظام حول تكثيف الهجمات الإيرانية على القوات الأمريكية في سوريا يفسر حالة الفرح التي يعيشها النظام عبر وسائل أعلامه، أو محاولة ركوب الموجة، موجة هذه الاستهدافات؟ طبعا، لأن النظام يعتقد يعني أو يتوهم بأن هذه الهجمات إذا ما استمرت يعني ستفزع الأمريكي، وبالتالي قد على الأقل يعيد ترتيب تواجده العسكري في الجغرافيا السورية بحيث يبتعد عن حقلي العمر وكونيكو. لكن علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة، وإن كان النظام والإيراني متفقان الآن على مهاجمة القوات الأمريكية، لكن لكل منهما أهدافهما المختلفة، بمعنى أن الإيراني يربط كل شيء ضمن البرنامج النووي، ما يجري بمفاوضات مع الولايات المتحدة في فيينا. وإذا ما جرى هناك تفاهم وتم التوقيع على الاتفاق والعودة للاتفاق النووي، سنجد في اليوم التالي سياسة إيرانية مختلفة تجاه الأمريكي. لن تعد إيران مستعدة لمهاجمة الولايات المتحدة لا في العراق ولا في سوريا. إذن هذا كله أدوات ضغط من أجل الضغط على الأمريكي للمضي قدما في الاتفاق النووي. ماذا تحاول تستخدم كل الأوراق سواء نعم، ماذا عن ردة الفعل الأمريكية؟ لماذا غابت أستاذ حسين برأيك؟ اولا لا توجد يعني لا توجد قصف يهدد الوجود الأمريكي، هو قصف بسيط خارج عن المألوف كما حدث عام 2018 كما تذكر، عندما حاولت قوات ميليشيات تابعة لإيران وبعض العشائر نواف البشير باختراق عبور نهر الفرات، ومع وجود قوات من شركة فاغنر الروسية، ردوا الأمريكيين بقوة هائلة يعني وحرقوا تقريبا الرتل بالكامل. الآن لا يوجد أي تهديد فعلي، هي يعني عبارة عن هجمات رمزية، لكن إذا ما زادت عن حدها وأدت إلى يعني الحاق ضرر مادي كبير وفي أرواح بشرية، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب وستضرب بقوة هائلة. لكن واشنطن الآن لا تريد أن تفجر الأوضاع أكثر من ذلك، هي يعني تتهيأ للخروج من أفغانستان قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، التواصل لاتفاق مع طهران حول البرنامج النووي وتفاصيله فيما يتعلق بالمنطقة، ولذلك هي يعني هو نوع من يعني مكاسرة الإيرادات الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة. كل طرف يحاول أن يضبط نفسه بحيث لا تنفجر الأمور وتصل إلى حافة الهوية. ولذلك أنا كل ما جرى هذا في من هجمات على القوات الأمريكية سواء في العراق أو في سوريا لن يغير من المعادلة الاستراتيجية على الإطلاق. هذه مجرد يعني بالونات في الهواء لا تؤثر على الوجود الأمريكي، ولا يستطيع أي أحد أي طرف في المنطقة لا داخل سوريا ولا داخل العراق أن يوجه ضربة قوية ومباشرة إلى الولايات المتحدة أو للقوات الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا. أنا أعتقد هي مرحلة من الوقت، مجرد الاتفاق الإيراني الأمريكي ستنتهي هذه المناوشات ولن تتكرر على الإطلاق. والنظام يتوهم، يعتقد النظام بحاجة إلى أي نصر وهمي يتحدث فيه أمام القاعدة الشعبية في ظل الضائقة الاقتصادية الهائلة والوضع المزري الذي يعيشه المواطن السوري داخل سوريا، وبالتالي هو يريد أن يبحث عن أي بروباغندا أو أي بالون إعلامي يهلل به، ليس أكثر من ذلك. نعم دكتور حسن، سأختم مع حضرتك، هل انتقلت سوريا لتصبح ساحة الصراع الأمريكي الإيراني وصندوق البريد لتبادل الرسائل ما بينهما؟ نعم، سوريا كانت موجودة كساحة صراع بين النظام الإيراني والتواجد الأمريكي في هذه المنطقة، ولكن أنا لا أعتقد أن الأولوية لهذه الصراع هي موجودة في سوريا. يعني هنا في واشنطن هي الأولوية تأتي إلى العراق، وطبعا الهجمات التي تأتي على مقرات الولايات المتحدة ومراكزها في العراق، ولكن إيران تراعي خطوط الحمر الأمريكية. إيران حتى الآن لم تقتل جندي واحد من الجنود الأمريكان، ولذلك لديها مخاوف في هذا الموضوع، لأن الموضوع يخرج من الدبلوماسية المتبادلة بين الجانبين، وهناك ربما نشهد تحرك قوي أعلى مستوى من المستوى الموجود في الساحة العسكرية
في البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية. لذلك أنا أعتقد إيران لا تريد أن تجازف في هذا الموضوع، وأيضا تريد من خلال الشد والجذب بالسياسة والميليشيات مع الولايات المتحدة تحصل على أهداف في موضوع الملف النووي والمفاوضات النووية التي الآن هي معكرة. الآن نحن لا نرى أن أي نور هناك يأتي في هذه القضية، ولكن هذا الموضوع سيكون هو من أهداف النظام الإيراني الأساسي، لأنه كل شيء الآن متعلق بالعقوبات الأمريكية، متعلق بالاقتصاد، وأيضا هناك ابتعاضات قوية ومظاهرات وإضرابات في داخل إيران. أشكرك جزيل الشكر الباحث المختص بالشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. أشكر كذلك الكاتب والمحلل والسياسي السيد حسين عبد العزيز كان معنا من الدوحة، شكرا لك أستاذ حسين. مشاهدين أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سيريا دوت تي في، لكم مني وفريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.